السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر تحديث للويندوز ظهر فيه كوبايلوت. لو نزلت تحت كده هتلاقي الكوبايلوت، أول ما تدوس عليه تطلع معاك الشاشة هنا، تقدر إن أنت تسأله أي سؤال، مثلا ماذا تعرف عن حورس مثلا. خلاص بقى موجود معاك، فتقدر تسأله أي أسئلة، وطبعا موجود معاك برضو في الويندوز، هيبدأ يرتبط بالويندوز بحيث ان لو في اي امر مش عارف بيتعمل ازاي تقدر انت تسأله وهو يبدأ ان هو يجاوبك. وسيرش هنا تمام برضو هيستعين بالذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي بقى اصبح جزء من الويندوز، اصبح جزء من مايكروسوفت اوفيس، اصبح جزء من كل المواقع والبرامج اللي انت هتستخدمها بعد كده، هيبقى في جزء منه ذكاء صناعي. الكوبايلوت مرتبط بشات جي بي تي، لان مايكروسوفت بتستثمر كتير جدا في الاوبن اي اي، فعشان كده بتاخد الانتاج الاولاني او اي حاجه تطلع جديده. طبعا تقدر تجربه، بس انصح محدش يقول له قول لي نكته، لان النكت بتاعته رخمه. الجميل ان انت تقدر تساله بالصوت تمام، يعني بالمايك، السلام عليكم، يبدأ ياخد الكلام اللي انت تقوله ويبدأ ان هو يحوله لتكست ويبدأ ان هو يجاوب على الأسئلة. بس لازم طبعا ايه تقول له ان انت تسأل بالعربي او بالانجليزي، بحيث ان هو يبقى مستعد لتحويل الصوت لتكست. قريب هيبدأوا يفهموا يقدر في رابط اللغات المختلفة، لكن هو حاليا مثلا مظبوط على الانجليزي، فلازم تقول له ان انا هكلمك انجليزي تمام. عايز تبدا بقى موضوع جديد تقول له نيو توبيك، ويبدا بقى ان هو يقول لك هل انت مثلا عايز حاجه كرييتيف ولا حاجه تقليديه. حاجه تقليديه بقى هيلتزم بقدر الامكان، كرييتيف ممكن يبدا يجيب لك افكار جديده. فحسب انت بتسال عن حاجه تاريخيه قديما او عايز حاجه فكره جديده. طبعا هو دلوقتي شات جي بي تي اصبح مرتبط بالمايك، بيقدر انت تقول له صوت ويحول الصوت ده لكتابه وبعد كده يرد عليك صوت، يعني ممكن نقعد ندردش مع بعض صوت كتير من غير ما نكتب ولا كلمة. واصبح ممكن ترفع له صورة وهو يبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو يستنتج. لو عندك اي جهاز بايظ ممكن ترفع له صورة الجهاز وهو يبدأ يقارنها بالصور اللي عنده للحاجة قبل ما تبوظ، ويبدأ يقول لك العطل فين ويبدأ يساعدك في حل المشاكل. فالحمد لله.